أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير، هل أدخل معه في الصلاة أم أنتظر حتى ينتهي ثم أصلي مع جماعة أخرى، مع العلم أن هذا يحصل كثيرا جدا؟ إذا كان معك ناس أو تخبر ناس بيجون والإمام في التشهد الأخير، انتظر لما يجون وتصلون جميع جماعة. أما إذا كان ما تخبر أحد فادخل مع الإمام فيما بقي لتدرك فضل المتابعة، ادخل مع الإمام فيما بقي لتدرك فضل متابعة الإمام وتدرك شيء من الجماعة، أحسن من أنك لا تدرك شيئا وتصلي منفردا. نعم.